الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأوفياء ومتابعي قناة فكرة وكولور. دائما ما أغيب في فصل الصيف يعني أقوم بوضع فيديوهات قليلة جدا على حسب الأعمال والشغل، تعرفون يكون كثير جدا في فصل الصيف هنا في المغرب، فلهذا أغيب. واليوم لنا عودة جديدة وسنقوم بتقديم لكم حلقات متنوعة في الدهانات والديكورات، وسنقوم بتقديم لكم اليوم طريقة طلاء الجبس المنقوش باستخدام الدهانات المائية وباستخدام الكمبريسور وبدون أبخرة أو روائح. إذا أردتم الحصول على هذا الشكل الذي تشاهدونه في الصورة، يجب أن تقوموا بشراء الدهان المائي من كيلو إلى 3 كيلوغرام على حسب المساحة، وتقومون بشراء ملون مائي اللون الأسود، وتقومون بصب الدهان المائي في إناء أو في كوب، تضيفون إليه قليل من الماء، ثم تضيفون الملونات. ثم تقومون بمزج الدهان مع الملون بشكل جيد حتى تحصلون على اللون الرمادي قريب إلى الأسود، ليس بالأسود الغامق جدا لكن الرمادي قريب إلى الأسود. ثم تضيفون إليه كمية من المياه، تقريبا لتر من المياه حتى يصير على هذا الشكل. يعني سنقوم باستخدام الكمبريسور، يجب أن نقوم بتخفيفه جيدا حتى يساعدنا في الرش في المساحة التي نريد تلاءها. يجب أن نقوم بتغشيتها باستخدام جريد أو بلاستيك أو أي شيء على هذا الشكل الذي تشاهدونه في الفيديو، ونقوم بوضع الدهان في الكمبريسور، ثم نقوم بعمل طلاء الجبس بشكل عادي جدا وبطريقة سهلة. يجب أن نخفض من سرعة رياح الكمبريسور حتى لا يتسخ الجدار أو أي شيء، في طريقة سهلة جدا وسريعة وبدون روائح أو غبار. كما تشاهدون لا توجد هناك غبار أو روائح، فالدهان المائي يعني يخفف باستخدام الماء، ليس فيه روائح ولا غبار، وطريقة سريعة جدا. يعني يمكنكم طلاء الجبس ولو كان منقوش وباللون الذي تريدونه، ليس باللون الأسود أو بأي لون، لكن أنا سأريكم في هذا الشرح لأن أصحاب البيت أرادوا هذا اللون. حتى نكمل المساحة بالكامل ونترك الدهان حتى يجف لمدة 24 ساعة أو ليوم كامل. بعد ذلك نأخذ دهان يكون خاثر، يعني دهان مخفف باستخدام الماء، أي دهان مائي باللون الأبيض، ونأخذ إسفنجة ونقوم بعمل الطلاء بشكل عادي جدا كما تشاهدون بهذا الشكل، فهي طريقة سهلة. فكما تشاهدون الأعماق تظهر باللون الأسود، وفي الخارج أو في وجه هذا الجبس يعني يبقى باللون الأبيض، فهذا يعطينا شكل أنيق وراقي، فالكثير من الأشخاص بدأوا يميلون إلى هذا الديكور. فكما تشاهدون اللون يظهر باللون الرمادي شبيه بالأسود، فهذا يعطينا شكل أنيق وأجمل من اللون الأسود، يعني يكون أسود غامق جدا. نستمر بعمل الطلاء حتى نكمل الجبس بالكامل، فهذه الطريقة كما تشاهدونها، وهذا هو الشكل. وأيضا هنا في صالون البيت قمنا بطلائه بنفس الشكل، وإذا أصيب الدهان الأبيض بأي ببعض الغبار أو أي شيء يعني يمكنكم طلاءه باستخدام اللون الأبيض. هذا هو الشرح، كان بسيط وقصير، وأتمنى أن ينال إعجابكم. أشكر لكم على حسن المتابعة، وإذا كنتم غير مشتركين في القناة اشتركوا في القناة حتى يصلكم أي جديد، وقوموا بتفعيل زر الجرس وقوموا بالضغط على زر لايك حتى أعرف عدد الأشخاص المتفاعلين مع هذا الفيديو. وأراكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.